السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساعات الواحد بيبقى محتاج ينظم الشغل بتاعه وهو شغال على نفسه، فبعض الأوقات بيبقى محتاج إن هو هيركز على الكالكوليشن أو التايم لينير أو على الكوانتيفيكيشن. فمن قائمة فيو بنلاقي إعدادات جاهزة اللي هي لود وورك سبيس. لود وورك سبيس معناها إيه؟ معناها إن في بعض الإعدادات، مثلا في حاجة عايزين حاجات الستاندرد، عايزين حاجات المينيما، عايزين حاجات سيف مود، تمام؟ فهو بيقفل ويبدأ يجيب لي الإعدادات الخاصة بسيف مود، يقفل ويجيب لي مثلا الحاجات الخاصة بإعدادات أخرى، تلاقي الواجهة اختلفت شوية، يقفل ويروح مشغل لي مثلا الحاجات الخاصة بالسند. بالشكل دوت، تمام؟ فحسب ما انت عايز، وتقدر في اي وقت تعمل تخصيص. يعني مثلا انت لغيت ديت ولغيت ديت، تمام؟ اقدر اجي بقى على الفيو واقول له طب اعمل لي بقى واحده جديده سيف ورك سبيس بالاعدادات الجديده، تمام؟ فلما اجي هنا هلاقي عندي 12، ففي اي وقت عايز اروح لل 12 او الاعدادات اللي انا عايزها اظبطها. دي بتوفر عليا وقت وانا شغال، بدل ما كل شويه اعمل تعديلات، فدي ممكن توفر لي وقت. انا شغال مثلا في كاش سيكشن، تلغي حاجات وتظهر حاجات، وكل واحدة فيهم تقدر تسحب وتعدل زي ما انت عايز. يعني تقدر من اي واحدة فيهم توصل للتانية. يعني لو انت شغال في سيف مود وعايز ديت، سهل جدا ان انت تسحب هنا وتقول له مثلا طب حط الحاجة دي هنا مع ديت مثلا، او حطها لي اهيت، تمام؟ تقدر تعدل زي ما انت عايز، تقدر تيجي هنا في دول تلغي ديت وتلغي ديت لحد ما توصل للشكل اللي انت عايزه.